بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في كايرو دار. بنتقابل دلوقتي مع الفصل الثاني في الجزء الاول وعنوانه ذاكره صبي، طبعا في كتاب الايام. اتعودنا مع بعض نعمل ايه؟ نبدا الاول نحكي ملخص الاحداث، وبعد كده نجيب اسئله على هذه الاحداث عشان تعمق مين يتعمق فهمنا لكتاب الايام لعميد الادب العربي. نبدا الحكايه ونقول كان طه حسين ليه مفهوم عن القناه. القناه دي يعني الترعه اللي موجوده في قريته. طب هي بذهنه عامله ازاي؟ هي عالم مستقل عن العالم اللي هو عايش فيه، عالم مليان كائنات غريبة، طبعا دي خيالات طفولة، مليان بقى مين؟ مليان تماسيح بتبلع الناس، وكمان فيهم مسحورين اللي سحرهم الجن. جميل، ده في خيال أهل الريف. وكمان مش كده وبس، ده كمان فيهم أسماك ضخمة بتبتلع الأطفال. إيه ده؟ إيه الخيالات الكبيرة دي كلها؟ وممكن يجد فيها بعضهم مين؟ قال لي يا سلام بقى لو هو لقى سمكة، وكمان سمكة ضخمة، وكمان كان فيها خاتم سليمان، لما يمسك يلبس الخاتم في ايده ويدوره بصابعه يحقق من كل احلامه. جميل، لما يطلع له الخادم بتاع مين؟ بتاع هذا الخاتم. طبعا هذا كلام كله بيعبر عن سذاجه مين؟ هذه الطفوله وهذه الفطريه في التفكير اللي كانت مسيطره على بعض مين؟ على بعض الناس في القرى وفي الريف. يبقى اذا طه حسين كان مفهومه عن القناه اللي هي الترعه التي كانت في قريته قال لي عباره عن عالم مستقل عن العالم اللي هو عايش فيه، تعمره كائنات غريبة بالتماسيح اللي بتبلع الأطفال، والمسحورين اللي سحرهم الجن في خيال أهل الريف، ومنها أسماك ضخمة بتبلع الأطفال، وقد يجد فيها بعضهم مين؟ خاتم سليمان، عندما يدوره في إصبعه يخرج له هذا الجن فيحقق له مين؟ يحقق له كل أمنياته، كل مين؟ كل أحلامه. طبعا أكيد طه حسين هيحلم بأحلام معينة. إيه الأحلام دي كلها؟ اتمنى طه حسين كثيرا أن تلتهمه تلك السمكة، أنهي سمكة؟ اللي فيها خاتم سليمان، لعله يصل إلى هذا الخاتم فيبتدي يحقق مين؟ يحقق كل أحلامه. يبقى كان تمنى طه حسين وكثيرا ما تمنى ذلك أن تلتهمه تلك السمكة من هذه السمكات أو من هذه الأسماك، فيجد في داخلها مين؟ هذا الخاتم الذي فيه هو في شديد الحاجة إليه. ليه؟ قال لي عشان طه حسين مشاكله كبيرة جدا ونفسه في الخاتم دون، بس عشان أوصل ليه، طبعا في ذهن الطفل ذهن طه حسين هناك أهوال كثيرة تحيط به قبل أن يصل إلى مين؟ إلى هذه السمكة. ولكن إيه؟ حقيقة القناة عبارة عن إيه؟ هل دي حقيقة لا طه حسين؟ طبعا ده كله كلام خيالي، طبعا كلام غير منطقي وكلام غير حقيقي، الحقيقة غير كده خالص. هذه القناة التي لم يكن بين طه حسين وبينها إلا خطوات، العرض بتاعها عرض ضئيل جدا، يعني عرض صغير جدا، يمكن شاب نشيط شوية لو قفز وسب وسبة يعني بشدة يعدي الناحية التانية من غير ما الماء يمسه أو الماء يلمسه. إيه ده؟ إيه ده؟ القناة دي اللي فيها الأسماك الضخمة تبلع العيال والتماسيح والمسحورين عبارة عن أناية مية صغيرة؟ أناية مية صغيرة مساحتها ضئيلة جدا جدا جدا، شاب صغير ممكن يقفز الناحية التانية من غير ما الماء توصل لمين؟ توصل إليه. ده مش كده بس، ده لو عدى هذه القناة لم يصل الماء إلى مين؟ إلى إبطي هذا الإنسان. وكمان لما بينقطع على هذه القناة الماء من حين لآخر بتبقى عبارة عن حفرة صغيرة مستطيلة، يجي الأطفال الصغيرين يبتدوا يلعبوا في هذه الأرض اللينة مع صغار مين؟ صغار السمك اللي مات هذا السمك نتيجة عدم وجود الماء. جميل، فيجي العيال الصغيرين يلعبوا في مين؟ في هذه مين؟ في هذه القناة ومع هذه الأسماك. طب هناك أخطار حقيقية بقى، هذه القناة بيشهدها الصبي، فعن يمينه بقى مين؟ يمينه جماعة العدويين. يعني دي القناة في خيال طه حسين ودي صورة خيالية، واحنا قلنا حقيقة تلك القناة. كان بس في أخطار حقيقية بجد بقى، إيه الأخطار دي؟ حول هذه القناة اللي الصبي بيتكلم عليها قال لي عن اليمين جماعة اسمهم العدويين، ودول جماعة أشرار. جميل، العدويين الأشرار، وعن شماله سعيد الأعرابي وزوجته أو مرأته اللي اسمها مين؟ اسمها كوابس. طبعا دول قال عليهم إن هم قتلة. طه حسين بدأ يتذكر هذه الذكريات في أحداث الطفولة عن السياج اللي هو سور القصب، عن المزرعة، عن القناة، عن العدويين، عن سعيد الأعرابي وكوابس، يتذكر كل هذه مين؟ كل هذه الأشياء. وبقول هنا ذكرته كمان مين؟ إنه كمان في مرة مرت عبر هذه القناة على كتف أحد من إخواته وكل من شجر التوت وكل التفاح، واتقطف له كمان مين؟ النعناع، ومين تاني؟ والريحان. ده كان ملخص أحداث مين؟ ملخص أحداث الفصل الثاني في الجزء الأول.
وطبعا احنا عايزين نعمق فهمنا لهذه الاحداث، نعمل ايه؟ نسأل نفسنا كام سؤال كده بحيث تتعمق هذه الايه الاحداث في اذهاننا. ونبدأ الاستاذ بيقول هنا ايه: كيف تخيل الصبي صورة القناة في طفولته؟ طبعا هي في خيال الطفولة عبارة عن ايه؟ عالم اخر تملأه كائنات غريبة، منها التماسيح التي تبتلع الاطفال او تبتلع الناس، من المسحورين اللي سحرهم الجن، والاسماك الضخمة التي تبتلع مين؟ تبتلع الاطفال. طب كيف ادرك الصبي حقيقة القناة فيما بعد؟ طبعا الحقيقة طبعا غير ما تصوره طه حسين. حقيقتها ان هي صغيرة تستطيع ان تقفز من احدى حافتيها الى الحافة الاخرى، وهي عبارة عن مين؟ مجرد حفرة مستطيلة ممكن يجي الصبيان والصغار ويبحثوا فيها عن مين؟ في ارضها الرخوة اللينة، عن صغار السمك اللي بيموت بعد انقطاع مين؟ بعد انقطاع الماء عنه. طب لماذا كان الصبي يتمنى ان ينزل القناة؟ عاوز ينزل القناة، قال لك لتزدرده. وكلمة تزدرد بمعنى تبتلع، سمكة ضخمة فيجد في بطنها خاتم مين؟ خاتم سليمان اللي هيحقق له بقى مين؟ قال كل ما يتمناه، كما كان يتمنى رؤية ما وراءها من الأعاجيب، نفسه كمان يشوف ايه اللي وراء هذه القناة من هذه الأعاجيب. جميل. ما المخاطر التي كان يخشاها الصبي من شاطئ القناة؟ كانت المخاطر اللي بتحيط بالقناة عن اليمين دي مخاطر حقيقية، اللي عن اليمين جماعة العدويين وكلابهم وشرورهم، وكمان عن شمالها سيد الأعرابي المعروف بشره وكمان بمكره وكمان ايه وحرصه الشديد، وكمان زوجته مين؟ حرصه الشديد على سفك الدماء، فهو قال ان هم قتله، ومراته مين؟ وزوجته اللي اسمها كوابس اللي كانت بتزور طه حسين كتير جدا، وكان بتؤذيه لما تيجي تقبله عشان حاطه قرط في مين؟ قرط في منخارها. جميل. او في انفها يعني. طب وصف الصبي حياته بانها كانت ضيقه قصيره محدوده. علل سؤال تاني، نفس السؤال بس صوره تانيه، ما هو الغرابه من تعجبه لزغره الطفوله؟ هل انت نفسك تقدر تتذكر كل احداث الطفوله بتفاصيلها؟ طبعا بالتاكيد لا. ذاكره الاطفال غريبه، ليه؟ في بعض الاحداث ظاهره جدا وفاكرها كانها حصلت امبارح، وبعض الاحداث الثانيه بتتنسي تماما. فاحسن بيقول بقى هنا ايه؟ بيقول العجيب هنا بقى ايه؟ ان ذاكره الاطفال غريبه، تتمثل بعض الاحداث واضحه كان لم يمضي بينها وبينه من الوقت شيء، ثم يمحى منها بعضها الاخر كانها لم يكن بينها وبينها مين؟ عام. يعني احداث ممكن تتذكرها واحداث اخرى مالها بتتنسي مين؟ بتتنسي تماما. طب وجه الغرابه راجع لايه بقى؟ قال لك راجع ان لما تيجي تستعرض الانسان يستعرض هذه الذكريات بيلاقي احداث ظاهره جدا قدام عينيه، واضحه جدا. جميل، لان هي الوقت اللي بقى كانها حصل حادثه بالامس، مع ان فتره زمنيه فتره طويله جدا، والبعد الاخر بيمحى، وده راجع لمين؟ ان ذاكره الانسان هي ذاكره مين؟ ذاكره غريبه. طب كيف امكن للطفل ان يعبر هذه القناه مرات؟ وماذا فعل عندما ايه عبرها؟ تمكن طه حسين من عبور القناه على كتف احد اخواته، وقد قام بايه؟ باكل التوت، وكمان من شجره التوت طبعا، وكمان وكل تفاح، واتقطف له قطف له مين؟ النعناع. ومين؟ النعناع والريحان. كده يبقى دي احداث مين؟ احداث الفصل الثاني في الجزء الثاني، كان بتحمل عنوان ذاكره الصبي، وانتهت هذه الاحداث. نقابلكم مع فصل جديد في الجزء الاول في مره جايه في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.